الله على المصريين، أي حاجة بتبسطهم وبترضيهم. الرضا، الرضا ده أحلى حاجة في الدنيا، بس الأحلى من الرضا إن في ناس بتعمل حاجات كبيرة وعظيمة للناس الرضية، في التعليم وفي المدارس وكمان في المستشفيات والصحة. الله على الجمال، بجد نفسي ألعب معاهم، بس اللعب في نادي أكيد أحلى، وإنك تشتري كل حاجتك من مكان واحد برضو أحلى. من ساعة ما كلموني على مدينة كنانة عشان أعمل الإعلان ده وأنا بفكر في الناس اللي هتسكن في كنانة وقد إيه هيبقى عندهم سعادة ورضا فوق الرضا. مدينة عظيمة فعلا، بس هتبقى أعظم بنسبة. كنانة، بداية لحياة متكاملة.